قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قولوا آمنا بالله إخواني النار وقود النار أنا وأنت إلا برحمة الله جل جلاله ونسعى برحمة نسعى إلى رحمة أرحم الراحمين وأيضا بدنا رحمة الله إلى العبادة والعمل الصالح المسجد القرآن والصلاة ثم الوالدين صلة الرحم المعاصي هذه تبعدنا عن الله المعاصي هذه مرايع الشيطان والي واحبابي نفسك هذا نفسك امانه في جنبك جسمك هذا ضعيف على النار ضعيف على سخط الله جل جلاله يا احبابي تفكر انك هذه الليله ستموت وتذهب الى القبر باي شيء تطالب ربك جل جلاله بغفله بمعاصي باثام بذنوب لا حبيبي احسن ما تقابله ربك جل جلاله طاعته وعدم مخالفته يا اخوان الله يحييكم الله جل جلاله حرم علينا الخبائث وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.